يا مدلع يا مدلع يا سيدي في قلبي. اللهم صل على النبي. يا قلبي يوم انت واخد مريحة واخد بابا. واخد البتاع كده كل يوم انا ما تفكرش اهدي شويه كده ما هو يا خدت المكان كله. لما ربنا ما ربنا مصح ما تيجي الا في القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاكله الجميله دي؟ والله قلنا نغير شوية ونبقى نعمل ايه شوية مكرونة كده وشوية لحمة. أول مرة تعملنا القصة دي. أمال ايه؟ تغيير يا بابا تغيير. اسم ايه الأكلة دي بقى؟ مكرونة باللحمة المفرومة زي نظام الطاجن يعني، بس أنا مش هفتحها تحت طاجن يعني، فاهمني؟ بس حط بقى عليها اللحمة بقى يعني ايه وكل بقى. تعمل لك واحد طبقه؟ يس. طب انا هاخد الطبق قدام يعني عشان انا ايه اخد الجو بارد. الجو بارد خالص مش عارفه ايه السقعه دي حاجه. صلى الله على النبي يا جماعه كده عليه الصلاه والسلام. فضلوا معانا يا احلى ناس في الدنيا كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لسه فاكره منى؟ انا على طول نسيه. هل كنت هيقول لي منى نسيه؟ ازيكم حبايبنا عاملين ايه؟ الحمد لله. انا عايزه بس المكرونه المدربه عليا واحط لحمه. شكرا شكرا. مش مشكلة مش مشكلة. خير خير الدنيا خير. نخش شوية كده وربنا لي داخلة شوية في. المهم انت عايز تقعد هنا خلاص. لا يا سلام عليك. سنة بالله. سنة بالله. كل بيمين كل مما يلي. والله بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك؟ انا لسه ماليش فخامه الفخامه يا سيدي ومليون يا سيدي. الاكل قدامكم كله زي ما انتوا عايزين. بقالي حلو في الجو البارد ده. والله وبعدين اكله سريعه يعني لو حد مكسل يقوم يعمل لعياله الاكله دي ما تاخدش معاك والله 10 دقايق. طلع اللحمه وتروحي فرم اللحمه كده كده مفرومه اساسا يعني. فرموا عليها كده شويه بصل حلوين. بصل حلو بيدفي بينوم في نفس الوقت. كل بصل بينوم سوبر. وبحش البرد والله يعني. امبارح مش كان صدق كان منحش ابو هنا. والله العظيم كانت بصل ابو هنا قال لي لو كنت بصل الزركه هيكفي فعلا. والله اول مره اسمع يعني. وحطيت معاها اللهم صل على النبي فلفل وطماطم اهو. ادي الفلفل والطماطم والبصل والبهارات. ايه رايك فيها يا ابو هنا؟ والمكرونه سلقتها يعني يا دوب خدت غير واحده ورحت مطفيه عليها لان المكرونه اللي جلام دي وماسكه نفسها مش بتعز سلقه جامده لان انت طبعا ايه الصلصه مش تخلوها تبقى مسبكه جامد يعني. خلوا فيها شويه سوس عشان ما تيجي تقلبيها فيها وتسخنيها ما تتكسرش منك. وحتى في الصلصه اهو فلفل اهو كانت محمره. حتى معلقه زيت على شويه معلقه زيت معلقه سمنه على شويه زيت. معلش احنا عايزين شويه. وجتعت عليها جرن الفلفل حلو كده يعني ايه خدته نص برد ونص سبايس عشان تبقى لها طعم كده. قبل اي حاجه انزل مش قلنا احنا نزلنا نحط اللايك. نشوفكم حطيتوا اللايك ليه؟ واشتركوا في القناه. حطوا اللايك. اللي مش مشترك معانا اشترك معانا. احلى ناس في الدنيا كلها. احلى اخوات. والله على دماغنا بصراحه. انت اخبطتني. واروح فرمة الطماطم حلو حتى فيها بنجر. سلام البنجر بصراحة ما تحطيه مع الطماطم في الأكل في جميع الطبيخ والله العظيم مش بيغير من طعم الأكل. هو تحس إن فيها بنجر يا بنا. حاطة بنجر؟ والله حاطة بنجر على الطماطم. بس أنا مش حاسة بالطعم. بحب بنجر على طول أنا. كملي بقى الصوص عاملة بنجر دي بقى ايه مش حديد. وبعدين يا جماعه اللي عنده انيميا
على كده نبدأ. مش باين، مش باين. تفرمهم؟ اه فرمهم على الطماطم. على كده تبدأ تحط بنجر، والله العظيم بنجر حلو مغذي في نفس الوقت وحلو، يعني اللي عنده انيميا عنده نقص في الحديد حلو ما يقولكوش لا. البنجر انا جبت امبارح كيلو امبارح ب 15 جنيه كانت، والله العظيم بقول احنا بنبيع ب 20، قلت يا شيخ الصن على النبي كده بقول ب 15 وخلص نفس. بجيب البنجر وراح اغسلها غسله نظيفه، مش بحش الكفر اللي عليه اللي بره، القشره اللي بره دي مش تبشوه. هجيب السكينه كده اقسمها نصين وابدأ تقطعيه ومكعبات، عينك عندي حافظه كده تروحي حاطاه فيها، ولما تعوزي هتاخدي مكعبين ثلاثه على حسب ما انت عايزه، هتحطيه في الدرج مع شويه الميه عبت لما تقطع الطماطم هتلاقيه فك معاك، مش هتحطيه تلش كده وتفرميه في الخلاط، لا حطيه كده في الميه كده يعني شويه ميه صغيره كده وحطيه في الخلاط عبت لما تقطع الطماطم بالظبط حاجتك، تروحي حاطه بقى فيه ايه الطماطم بقى مع البنجر كده في الخلاط كده وفرميه. وكده كده انت ما بتيجي تصفي الطماطم هتصفيها بالمصر، يبقى انت حاطط الفايده بتاعت البنجر ورميت التفل بتاع الطماطم، ولو في تفل بنجر بينزل مع التفل. وفي نفس الوقت الطماطم لو مش حمرا خالص، يعني لو مش حمرا شويه حط عليها البنجر. لا بس فكرة حلوة. اه طعمة فظيع. وبعد كده تاخد مكرونة كده، وبعدين نفلف له ازاي؟ نفلف له مش نفلف له؟ فلف فلافيلو بيكفي بيكفي. ايه؟ انت جوعان. ماشي تسلم ايديك. فاتت دي كده. نعم كل اعطيك يا ماما. لا ما طب ما تحطي اللحمه ليه يا ماما؟ ماما ما خلص. طب ما تاكلي يا ماما، ما الخير كترها. قولي انت ماما. ما انا باكل الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. لازم الثواب. دكتوره انا خلصت الواجب بتاعها والهوم ورك. كل حاجة حفظت، حفظت العربي والانجليزي ورجعت لها في الحساب. بعد كده ما والفرنساوي، انا بحب كلمة فرنساوي دي، ما اول بابا قال انا باخد فرنساوي وقلت فرنساوي عليه وهو بقى قال شبهنا الانجليزي يعني. عليك تطلب في الثانوي. تعرف الفرنساوي اسهل من الانجليزي وهنا؟ اي حاجة المذاكرة تبقى سهلة لو لو الطلب حضر. اه خصوصا لو الطالب حب المدرس بيحب المادة بتاعته. في مدرسين يكره الواحد في المادة. اه يعني انا على ايامي كان في مدرس حببني يعني في الانجليزي ده خلاني اعشقه، لما حصل ظروف ده وبطل وخد مع مدرس تاني حصلت هو ظروف يعني. المدرس ده قولي انا عشان خاطر المدرس التاني كرهني في التعليم. طب يا ماما معاك حصل منك ولا يا مش هتعرف ثاني باكل اهوت واني برضه ادوني برضه حبيت التعليم. في مدرسين روحهم حلوه يعني، ربنا يحميهم يا رب المدرسين اللي بنت ولا انا، ان كانت المس بتاعت الانجليزي والمس بتاعت العربي ما شاء الله عليهم، يخلوا الواحده يعني تنجذب ليهم اكتر، وبعدين اسلوبهم هو اللي بيخلي الطفل اللي هو يحب الماده، ما يشوف الواحدة داخلة كده يعني الطفل يكون داخل كده تعالي يا حبيبتي تعالي يا حبيبي النهاردة عامل ايه، مش تعالى على طول على الدرس كده لا، يبدأ ياخدهم كده بالتدريج كده بالكلام الحلو بتاعهم كده، بعد كده يبدأ يدوم بقى الدرس بتاعهم. فطرت ولا لسه؟ يبدأ يتكلموا معاه في الأول.
ما شاء الله تحس ان زي ما كنت ايه. جميله. على فكره هي ديت الطريقه دي طريقه الطاجن، الطاجن اللي احنا بنجيبها من بره. بس المهم يعني هي طريقه المكرونه انت بتاخدها في فرقه واحده بس، فاهمين يا جماعه؟ طب شو عندي طاجن ليه حق بعد المطاعم دي؟ ما انا ما كنتش فاضيه والله، انا كنت عايزه اعمل النهارده طاجن بصراحه النهارده، بس والله ما فضيت، فان شاء الله حابه اعملها. بتكتر لها الطماطم. ايه الفرق بينها يعني وبين الفرق ان انت بتكتر الطماطم وبعدين بتاخدها غلوه واحده على البوتاجاز مع مع المكرونه وتفضيها، تفضي تحط الاول طبقه اللحمه في الطاجن، راح حاطط عليها المكرونه ويكون فيها صلصه كتير، وتدخليها الفرن وتغطي عليها فويل ورق زبده فويل، وبعد كده تسيبيها بقى ايه 10 دقايق تلت ساعه على حسب بقى، وتروحي مطلعه وبعد كده تروحي جلبه الطاجن. هو ده هي دي الطريقه، مش فيها افتكاسات. طبعا بيجي بهارات للطواجن، والله العظيم ما بجيب يعني، انا بصراحه يعني انا بستكفى باللي عندي يعني، انا مش من النوع اللي انا اوقف في الطبخ علشان خاطر بهارات، لا. ما هو انت الفلفل الاسمر هو روح الاكل، عندك الكمون، عندك الكزبره، عندك الشطه، لو مرقه مشي يعني، مش عشان خاطر البهارات دي مش هعمل الاكله دي، لا انا بعمل وبمشي نفسي، والله العظيم بتطلع احسن. بالمره هنا عشان هتغسلي سنانكي، وبعد كده هتقعدي شويه وهتنامي خلاص عشان وراكي درسين بكره ان شاء الله. والله المس بتاعت الانجليزي دي ربنا يا رب يكمل الشفاء على خير، ما ادتش اسبوع، قالت يا جماعه انا الاسبوع اللي كنت انا ما ادتش فيه عشان كنت تعبانه فيه، انا هعوضه لكم يعني، هي هتدينا الخميس اهو وهتدينا من الاسبوع الجاي كله، كل يوم كل يوم عشان التعب. مش جاب لا يعني، انا قلت لها عادي اللي هي هي مش حاجه هتنقسم، قالت لا والله ما هيحصل. طب انت وافقت غيرك مش يوافق يا مهنا، قلت لا انا بسامح انت لك عذرك. ما تنسوش بقى احلى اخوات في الدنيا كلها اللي لسه ما اتفرجش علينا، اللي لسه ما اشتركش معانا يشترك معانا، عايزين نكبر بيكوا احلى اخوات في الدنيا كلها. انا عايزين الكومنتات الحلوه اللي انت بتحطوها لنا وكلام كل يفتح النفس، بتشجعونا ان ننزل لكم فيديوهات وبتخلونا كل يوم ان احنا عايزين نصور وعايزين كده، تدينا كده طاقه ايجابيه حلوه بصراحه. ومش تنسونا باللايك بتاعكم الحلو والاشتراك بتاعكم الحلو وكومنتوا حلو يفرحنا عشان نكمل معاكم، عشان مش هنطول عليكم. يلا مع السلامه. مع السلامه.